ولك حل في السواد بارك. وهاد السيدة ها انت شوفها يا اخوان، ها انت حزينة، ها انت غاضب، ها كاين الغضب، هادي حاسة بالراجل كيخونها هادي شتي. وهذا تقول تقول باعوا لهم الدار في المزال الدلالي. طب الاخ عنده سيت ديال ريباراسيون ديال زوين زوين زوينين هاد الافكار، زوين زوينين هاد الافكار اخويا، زوينين هاد الافكار، الله يسر لك. هادو افكار الناس الحريفيه، الناس الحريفيه حتى هما تيفكروا حتى هما تيبدعوا حتى هما تيحاولوا. هادو هما لي جون، لي جون الشباب دابا تيحاول انه اللي عنده شي حرفه انه يطورها ويردها اونلاين. ها انت تصاوبوا 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 ريباراسيون اون فيزيون 150 درهم لا ريباراسيون ديال الماكينه الصابون. الله يلا تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، مزيان زوين زوين زوين. هادشي زوين، هادشي اللي كنشوف، هادشي اللي زوين، هادشي اللي كنشوف. غير هو اخويا اسمح لي غادي نتطاول شويه على المجال ديال، ولكن اخويا حاول تطرح بعض الاسئله على راسك، حاول تطرح بعض الاسئله على راسك. اشنو هي لاسيب ديال الكليونتيل اللي غادي نستهدف؟ لانك انت اختاريتي هنا لغه فرنسيه، الناس اللي غادي نخدموا معاهم اللي تتخسر ليه ماكينه الصابون او لا، واش كلهم كيهضروا اللغه الفرنسيه؟ اذا هاد الناس هادو اللي بغيت انا، واش الناس اللي هما الناس اللي مثلا عندهم الفيلات وهذا كاينه موكا، يعني كاينه الماده القدره الشرائيه مرتفعه، او لا انا غادي نخدم مع الناس اللي هما عامه الشعب، متفقين؟ لانه كذلك في هذا الشيء خاص، علاش تنقولوا لك؟ لانه في طريقه الكومونيكاسيون او الاشهار ديالك راه مهمه جدا، لانه تقدر دابا مثلا إلا كان واحد لو سيرفيس بواحد الثمن اللي طالع، أو لا بواحد البريستاسيون اللي الثمن ديالها طالع، وممكن أنه تخدم مع واحد الكاتيغوري ديال الكلاينت، أنا كنصحك أخويا سير من هنا لجوجل أدورد. واخا هاد البيزنس هذا واحد خسرت ليه ماكينة الصابون، مثلا خسرت ليه ماكينة الصابون، غيمشي لجوجل أدورد ويقلب خسرت ليه ماكينة الصابون، تطلع ليه أنت هو تيقلب على حل باش أنه يقد هذيك الماكينة، فهمتيني؟ هذاك هاد لاسيب اللي تتكون البوفوار داشا ديالها طالع اللي كتمشي لجوجل ما تيهمهاش هي الثمن. هي تتكون معجزة يعني، سوختو انك الا تتشوف انه غيجي عندك تقول لي انا غنجي ونهز الماكينه الصابون من الدار عندك ونقادها ونرجعها لك هذا الكليان. ولكن واش كاين هذا البوتونسييل ديال الكليان في المغرب؟ لانه الا قلتي لي مثلا امريكان نتفق معك، ولكن في المغرب واش عندنا هذا البوتونسييل هذا؟ اذا ما كاينش هذا البوتونسييل ديال هذا الكلاينت بغينا حنا نتعاملوا مع ناس عادي. اذا كان بغيتي تتعامل مع ناس عادي، الوغ اخويا انا كنفضل انك اللغه تكون لغه عربيه باش بنادم اي واحد يقدر يدخل، ثمن طلب تخصصي ويكون قليل، وحاول تخدم على فيسبوك ات ما تخدمش على جوجل ات. هذه هي نصيحه وصلت لي. البناء والتعمير، كان واحد السيد تياخد خدا معايا كونسلتين وتياخد معايا لي سويفي. لا ماشي انت، فهاد البناء والتعمير تا والله ما بارك من الناس اللي غاديين زوين. ماشي انت هذا، انت لا ماشي انت، تا هو راه داير ابليكاسيون. هو انت، هو انت. ولكن اخويا علاش درتي ليه بونشو؟ فيا كنا هضرنا في هادشي في الكونسلتين، قلنا سيكون بوان ام قلنا بزاف الحوايج. الإشارة هاد السيد هذا راه عنده واحد الفكرة خطيرة، هاد السيد هذا 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 بي بي تي بي ام ا، هذا راه تيدوز معايا، كدوز معايا كونسلتين في سويفي هاد السيد هذا. المهم راه كنا هضرنا العلوي، كنا هضرنا في شي حويجات الله يحبك إلا ما ديرهم راه ما درتيهمش، راه ما درتيهمش كاع. هذا عنده واحد الفكرة خطيرة في هاد السيد هذا، نستاهلو كاع ندورو ليه حيت الفكرة ديالو زوين. شي لو بغيتي تبني شي دار فيلا قصر بغيتي دير هذا، داير هو واحد السيد، ولكن راه شقيتها قلنا لك اخويا ما دير. المهم يعني انت دير دي زابليكاسيون هنايا، كتجي اسيدي كتحسب ليه هذا كيعطيك، فهمتيني؟ كيعطيك شحال خاصك باش تبني دارك، تيحسب ليك، فهمتي؟ المهم هادشي الدراري الصغار ما غاديش، المهم الناس اللي كبار كيتابعوني وبغى يبنيو، حيت انا دوزت البني وعرفت هذا خصاص اللي بغى يبني دار كيتخلع، خاصو يعرف شحال بالطقم عليه هادي وشحال هادي. هاد السيد كدير فيه الاسعار ديال الرمله، دير فيه هذا تيحسب ليك، عطيه الميتراج يحسب ليك، يقول لك هاد الدار ها بشحال تقام عليك، السلعه ها بشحال تقام عليك. فكره واعره، واعره بزاف، فكره واعره، وخاسر فيها مسكين الفلوس. وهاد السيد راه خدام في البني، ولكن شوف الشغف ديالو، شوف الناس اللي والله العظيم شوف الشغف ديالو، هو ولد المجال ودار هاد لابليكاسيون للمغاربه باش يحسب يعرف شحال بيطيح عليه هذاك الشيء. فكره واعره، ولكن اخويا ما درتيش داكشي. اخ مول اي بي تي في 44، عندنا في مراكش كاين واحد المركز يقولوا ليه مركز 44. السيت ديالك اخويا، شوف السيت ديالك كحلف كحلف،
الجري مظلم. شوف راه هادشي راه شوف الاخوان راه الالوان كتدخل في لا بسيكولوجي كونيتيف نفسيات المستهلك. الالوان كتدخل في نفسيات المستهلك. دابا ملي تيدخل عندك السيده اخويا وتلقى السواد في السواد وها طلق لهم بعد اليوم دمعة احزان لا 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 والليل الليل يجمعنا تيرارا يا حبيبي الايام الايام راه هادشي اللي بان لي اخويا فهاد السيت عندك ولك حل في السواد بارك وهاد السيده ها انت شوفها راه اخوان ها انت حزينه ها انت غاد ها كاين الغدر هادي حاسه بالراجل كيخونها هادي شتي وهذا تقول تقول باعوا لهم الدار في المزاد العالي تقول لهم باعوا لهم الدار في المزاد العالي وما وطلق هذيك الغيوة الأيام الأيام تبكي علينا شو ما عرف ألوان مبهجة صاحبي اللي بتيهاش الناس تبا أنت ديرها صاحبي وهذوك هطا على رأسه مديرين ما لا لا والله والله ترى ضر معك السيت خاصه كله يتعاود السيت عندك مزوج يلا الإخوان تبارك الله عليكم إلكتراي بي تي في أونلاين خويا السيت ديالك شوف هاد الفوق عندك هو اللي خصك تبدل خصك تزيد شي حاجة غير مثير من هنا لهنا غير مثير أما من هنا لهنا السيت راه تيتلنا راه مزيان ما عندناش مشكل فيه خونا تبارك الله عليك خونا راه عارفين الناس القصة جود فيري جود زيد سيدي طنطن إيمان وصا الريفاند بوليسي داكشي اللي قلنا الاخ اللي قبل منك شوف السيد اللي كيدخل عندك للسيت عنده 20 ثانيه باش يقرر واش يشري ولا ما يشريش عنده 20 ثانيه الو الا كان السيت ديالك عيان از نوت اتراكتيف او لا اي كاتشين راه ما غاديش يقرر هذاك السيت يدخل لهذا تنحاولوا السيت انه يكون ناضي ويكون اتراكتيف اي كاتشين باش السيد يشري من عندنا راه بنادم اللي كيدخل للسيت ويب ديالك وانت تجرب ملي تدخل لواحد السيت باغي تشري واحد الحاجه منه راه ما تقعدش تفكر بزاف يا غتشري يا ما غتشريش ما تقعدش 5 دقائق وانت جالس دير بلاتي راه عندك 20 ثانيه واش غيشري بنادم ما غيشريش فلهذا تنخص داكشي علاش ديما السيت يكون شويه اتراكتيف وبعدو على داك الالوان اللي كتكون شويه ما غاداش مع بعضها بحال الكحل مع الخضر فاقع وداك اللون بحال هكا حيت هادوك اللوان راه كيخلعوا بنادم كيحس براسو بحال غتنصب عليه ماشي بغيتي تبيع ليه تيحس براسك راه بغيتي تنصب عليه ويزيد بحالو الو انت اخويا السيت ويب ديالك هو داك السي هو داك التومبليت اللي قلت لكم مؤخرا انتشرت خويا هاد التومبليت راه انتشرت بزاف انا غنصح الاخواني يبتعدوا عليها حيت الحاجه ملي كتنتشر بزاف ما بقيتيش تخلق التمييز هاي هاي عاوتاني ياك شفتوا الاخوان شوفوا شحال من لايف شحال من واحد تعطيني هاد الطومبليت واش رديتوا البال ولا ما رديتوش البال ياك رديتوا البال شحال من واحد تعطي ما يدوش شي لايف الا ما شفنا هاد الطومبليت الاخوان خاص التمييز مزيان الله يستر الاخوان اللي كيبيعوا هادشي مزيان تبارك الله عليكم ولكن الاخوان بداو تحطوا دي طومبليت جديد حاول اخويا تخدم على وحده ولا جوج ولا ثلاثه في الشهر وحط الجديد باش الناس يشريو منك الجديد دابا المشكله واحد دير واحد خمسه لي طومبليت باعهم للمغاربه كاملين سميتو هو مزيان الناس تحركوا في هادشي راه مخيره وراه تنقول للناس راه انا غير على حساب هاد الطومبليت واللي كيشريو الناس راه هذوك الناس راه داروا لاباس سيروا على خوت اللي كيصاوبوا لي طومبليت دخلوا في السوق اصاحبي راه كاينه فرصه الناس اللي غير ما بغاش يدخل بغا يصاوب لي طومبليت دخلوا صاوبوا لي طومبليت راه خاصين لي طومبليت وتصور هاد الطومبليت شحال مره شفناه ولكن تاني باش دير ثلاثه لي طومبليت وتوقف لا زيد اصاحبي الجديد الله يسر لك مزيان الناس اللي المهم هذا اللي كيبيع ولا هاد الشركه ولا مزيان ولكن خلقوا الجديد ديروا حطوا لي طومبليت جداد باش الناس يكون التنوع راه كلشي نفس الطومبليت اصاحبي